تحتفل القوات المسلحة الملكية بذكرى التأسيس التي وافقت هذه السنة تخليد الذكرى 68، وهي مناسبة سنوية لاستحضار الإنجازات الكبرى وتضحيات الجسام المبذولة من قبل هذه المؤسسة العتيدة التي تسهر على الدفاع عن المصالح العليا للمملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. كما تعد هذه الذكرى كذلك مناسبة للتذكير بالرؤية المتبصرة لجلالة المغفور له محمد الخامس الذي سارع إلى تزويد المغرب بعد حصوله على الاستقلال بجيش مهني، وكذا حرص جلالة المغفور له الحسن الثاني على تحديث وتنظيم القوات المسلحة الملكية وتعزيز تسليحها، فضلا عن إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتطوير قدراتها وتعزيز مواردها البشرية لتواكب التطور التكنولوجي والعلمي على غرار الجيوش الحديثة. وفي هذا الإطار شهدت القوات المسلحة الملكية تحديثا مستمرا في مناهج التكوين والتدريب العسكري وملائمتها من خلال تسخير كل الإمكانات اللازمة والموارد المادية والبشرية الضرورية للرفع من مستوى جاهزيتها وصقل الكفاءات والقدرات المعرفية للجنود. كما تستمر القوات المسلحة الملكية في تطوير قدراتها العسكرية من خلال تعزيز برامج البحث العلمي والتقني والهندسي. وتعد الخدمة العسكرية تجسيدا للإرادة الملكية على انخراط كافة المغاربة ليس فقط في الدفاع عن الوطن والوحدة الترابية للمملكة ضد أي اعتداء أو تهديد، ولكن أيضا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. ومنذ إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية من قبل المملكة تشهد هذه الخدمة إقبالا كبيرا من قبل فئات واسعة من الشباب الراغبين في الاستفادة من هذا التكوين الذي يفتح لهم آفاق واعدة لخدمة وطنهم في العديد من المجالات. وللحفاظ على مكتسبات هذه التجربة الوطنية وضمان نجاحها تواصل القوات المسلحة الملكية دعمها من خلال تطوير البرامج وتوفير البنيات التحتية اللازمة وكذا الموارد البشرية والمادية حتى يتمكن الشباب الذين استجابوا طواعية وبأعداد كبيرة لهذا النداء من قضاء مدة التكوين في ظروف جيدة. وعلى إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز وبناء على التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم التعبئة كافة أجهزة الدولة بما فيها القوات المسلحة الملكية لاتخاذ تدابير الطارئة واللازمة لإنقاذ وإجلاء الضحايا، وكذا تسخير الإمكانات اللازمة برا وجوا لإيصال المساعدات للأفراد والأسر المتضررة. فمنذ اللحظات الأولى للكارثة رصدت القوات المسلحة الملكية طاقات بشرية وموارد لوجستية كبيرة بما في ذلك وحدات تدخل متخصصة في البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى إقامة مستشفيات طبية جراحية ميدانية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. هذا وقد تم إنشاء مراكز إيواء تابعة للقوات المسلحة الملكية في المناطق المتضررة لتقديم الدعم عبر توفير المأوى والغذاء. كما تحرص القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي على تكثيف المراقبة على طول السواحل والحدود البرية للمملكة وكذا تأمين المياه المغربية في إطار جهودها المستمرة لمحاربة الهجرة غير النظامية.
حيث تقوم القوات المسلحة الملكية بتقديم كل أنواع المساعدة والإنقاذ للمهاجرين حفاظاً على سلامتهم، مما يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والوفاء بالقيم الإنسانية التي تتبناها المملكة المغربية. وعلى مستوى آخر، تشارك القوات المسلحة الملكية بنجاعة كبيرة في مواجهة خطر الحرائق التي تهدد الثروة الغابوية للمملكة، فبفضل التدريبات اللازمة والمعدات المناسبة تقوم فرق تقنية وفنية متخصصة بالتدخل بسرعة أرضا وجوا من أجل السيطرة على الحرائق وتخفيف الأضرار، وذلك بتنسيق تام مع مختلف المتدخلين في العملية وفقاً للمخطط الرئيسي لمحاربة والوقاية من حرائق الغابات. وفي إطار التعاون العسكري، نظمت القوات المسلحة الملكية العديد من الأنشطة همت زيارات ومباحثات مكنت من تعزيز التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى تبادل الخبرات ودعم العلاقات بين المؤسسات العسكرية، مما يساهم في إشعاع بلادنا ويعزز أواصر التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة. وفي نفس السياق، وفي إطار تعزيز انفتاحها على محيطها الإقليمي والدولي، احتضنت القوات المسلحة الملكية عدداً من التداريب والمناورات العسكرية بشراكة مع جيوش دول العالم، جمعت بين الدورات التكوينية والتمارين التطبيقية، همت مختلف الميادين البرية والجوية والبحرية، مما يساهم في توطيد التعاون العسكري وتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وبفضل الخبرة التي راكمتها القوات المسلحة الملكية، أضحى المغرب اليوم شريكاً فاعلاً وموثوقاً به في عمليات حفظ السلام، وذلك عبر مشاركة مختلف الوحدات والأطر العسكرية داخل هياكل الهيئات الأممية. وفي هذا الإطار، تواصل التجريدات العسكرية المغربية الاطلاع بمهامها الإنسانية في إطار هذه العمليات بالكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى، مسجلةً بذلك انخراطها في خدمة قيم السلام والأمن والتضامن عبر العالم. ودائما في إطار مهامها الإنسانية النبيلة وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية بإيصال المساعدات الإنسانية، وذلك لتقديم الدعم اللازم للسكان الفلسطينيين. واليوم تشكل القوات المسلحة الملكية فخراً لجميع المغاربة وحلقة أساسية للوحدة الوطنية، وذلك من خلال مبادراتها النبيلة وتضحياتها الجسام لإعلاء راية الوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الترابية، مجندة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من أجل لتنفيذ تطلعات جلالته لتحقيق المجد والأمن والاستقرار تحت شعارها الخالد: الله، الوطن، الملك.